اولا انا دوك الناس اللي هضرت عليهم ما سبيتهم ما عايرتهم حتى شي حاجه، ما خرجت حتى شي سر من الاسرار. علاش؟ حيت هذاك الشيء طلب مني ان نقول باللي هذاك الشخص ما بقاش معايا، دونك انا خرجت وقلت داك الشيء اللي طلب مني باش هذاك السيد ما يبقاش سميته مرتبطه بسميتي. ومن حقه، من حقي ومن حق اي واحد، حيت شخصيه عامه زعما، شخصيه معروفه، ومن حقه يطالب بهذاك الشيء. صافي، هذاك الشيء دار بهذيك الطريقه عليها. انتم تعاطفتوا معايا انا وهجمتوا عليه. انا ماشي كنضحك عليه، والله تبقى فيا ماشي المهم ما كيعجبنيش انا حتى شي واحد يتعرض للهجوم كما كان يكون هذا الشخص هذا. علاش؟ حيت الصراحه عشنا انا ويا بزاف الحاجات زوينين هذاك السيد، وتا دارهم دوزنا بزاف ديال الحاجات زوينين. راه علاش كانت الحزن كبير، وعلاش كانت هذيك الانفجار وهذيك الصدمه؟ على حيت دوزنا شي حاجات زوينين. ملي كدوز مع شي ناس شي حاجات زوينين، والله كيبقى فيك الحال بزاف ملي كتحس براسك مرفوض، وهذا هو اللي كيخربقك وكيرجعك حزين. ولكن شوف، ماشي ما نقول لكم الساعه لله، ولكن دابا شوفوا هذيك الصفحه تسدات الى الابد وما عمرها تعاود تفتح. وهذوك الناس الا ضريتهم الا زعما بحال حرضت عليهم الناس ولا شي حاجه، راه كان بطريقه غير مباشره الناس تعاطفوا معك. حيت المغاربه دايرين بحال هكا، المغاربه كيشوفوا شي واحد متالم راه مغاربه حنان. دونك انا خرجت بهذيك الطريقه حيت بصح كنت كنتالم، والله ما متلت، والله وربي ما يسهلش عليا، والله ما متلت. كانوا